كتقترب المهمة العلمية مارس 2020 من الوصول لسطح الكوكب الأحمر المريخ، فين غادي يتم إنزال الروفر بيرسيفيرانس والطائرة المروحية إنجينيوتي اللي من المتوقع أن يلمسوا سطح كوكب المريخ يوم 18 فبراير 2021. وكتتابع عملية إنزال المهمات العلمية على سطح المريخ من أعقد المراحل اللي كتنتظر العلماء والمهندسين ديال مختبر JPL تابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وعلى رأسهم المهندس المغربي كمال ودغيري. أما بالنسبة لعملية إنزال روفر بيرسيفيرانس على سطح المريخ فغادي تستغرق 7 دقائق، وغادي تبدأ على علو 100 كيلومتر من سطح كوكب الأحمر، فين غادي تلامس المركبة الغلاف الجوي الضعيف ديالو بسرعة تناهز 20,000 كيلومتر في الساعة، فين غادي تبدأ المركبة تدريجيا في فقدان السرعة ديالها بسبب الاحتكاك مع الغبار والهواء ديال الكوكب الأحمر، واللي غادي يرفع درجة حرارة الدرع الواقي ل 1000 درجة مئوية، وغادي ينزل سرعة المركبة ل 1500 كيلومتر في الساعة. وفي المرحلة الموالية غادي يتم فتح المظلة سوبرسونيكا اللي كيوصل القطر ديالها ل 20 متر باش تعاون المركبة في التقليل من سرعتها خلال 60 ثانية الموالية، باش تهبط سرعة المركبة من 1500 كيلومتر في الساعة لما يقارب 300 كيلومتر في الساعة. ومن بعد غادي يتم فصل الدرع الواقي ديال المركبة باش يفتح لها المجال تصوير وتحديد منطقة الهبوط، وغادي يتم في هذه المرحلة كذلك انفصال مركبة الإنزال عن المظلة، وذلك على علو 2 كيلومتر من سطح الكوكب، وغادي يتم تشغيل محرك المركبة الإنزال سكاي كران اللي غادي ياخذ الروفر بيرسيفيرانس لعلو لا يتجاوز 4 أمتار من سطح المريخ. قبل أن يتم إنزال الروفر بواسطة أحبال أمان غادي يتقطعوا بمجرد ملامسة الروفر لسطح الكوكب الأحمر. أما المركبة سكاي كران فغادي تطير بعيدا عن مكان تواجد الروفر وغادي ترتطم مع السطح المريخي. أما مكان نزول الروفر بيرسيفيرانس فغادي يكون في الفوهة الصدامية جزيرو اللي كانت في الماضي عبارة عن بحيرة عملاقة كيوصل القطر ديالها 50 كيلومتر، باش يبدأ الروفر في عملية حفر وأخذ العينات اللي غادي يتم إرسالهم لسطح كوكب الأرض داخل كبسولة في رحلة مارس سامبل ريتيرن ميشن. بالإضافة لهذا فإن روفر بيرسيفيرانس غادي يقوم بإنزال طائرة المروحية إنجينيوتي اللي هي عبارة عن درون، الهدف منه هو تحديد أفضل أماكن البحث والتنقيب للروفر بيرسيفيرانس. ومن المتوقع أن المروحية الصغيرة غادي تحلق 5 مرات خلال الشهر الأول من تواجدها على سطح المريخ لمدة لا تتجاوز 3 دقائق على ارتفاع كيتراوح بين 3 و10 أمتار على سطح المريخ. وصلنا نهاية الفيديو، إلا عجبكم خليوا لايك أو تعليقات ديالكم، ما تنسوا تشوفوا المصادر في أسفل الفيديو وتتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي نيوز كيوريوسيتيز أخبار الفضاء بالدارجة المغربية.